عسلامة يا حمامة، معكم ماما البنس من فرنسا. اليوم الفيديو متاعنا باللغة بالعربية، وسنوجهه لكل العالم العربي، كل الناس الناطقة بالعربية، وسنخصصه للكلام عن طقوس وعادات العراس التونسية. دوك اليوم باش نتكلموا على العراس التونسية في منطقة من مناطق تونس، لأن تونس رغم هي صغيرة صغنونة قدي كده، تونس ثرية جدا ومتنوعة جدا في العادات وتقاليدها من جهة إلى أخرى. يعني اليوم باش نتخصصوا، يعني اليوم حنهتم بمنطقة الساحل ومنطقة صفاقس، وباش نتكلموا على الحنة التونسية. الحنة التونسية هي حفلة تعملها العروسة قبل يوم الزفاف، يوم أو يومين قبل يوم الزفاف، وهي الحنة الحنة التقليدية، فيها عادات ثرية جدا، وهي حفلة الأكثرية نسائية، يعني حفلة الأكثرية فيها نساء أكثر من رجال، غير مختلطة، والعروس من جهة أخرى يعمل أيضا الحنة متاعه في داره. الحنة التونسية كما قلت لكم فيها عادات وطقوس غريبة جدا غريبة جدا، تنجم تدوخكم، عادات دوخ، عادات غريبة جدا. كما قلت لكم في الحنة التونسية فما عادات وتقاليد غريبة جدا، نخليكم تطلعوا الإجابة، نسألكم سؤال. في الحنة التونسية شو تعمل العروسة؟ العروسة تبوس رجل لحماتها، العروسة تشرب كاس حليب، أو العروسة تقفز على السمكة؟ ألو شنو لا ريبونس متاعكم؟ شنو الإجابة متاعكم؟ الإجابة متاعكم بالطبيعة إذا أجبتوا الإجابة الأولى راهي غلطة، الإجابة الثانية راهي غلطة أيضا، دونك القعد هو الإجابة الثالثة، يعني العروسة تقفز على السمكة. تقولوا لي كيفاش تقفز على السمكة؟ احنا نقولوا تقفز على الحوت، دونك تنقز على الحوت، تنقز على الحوت يعني تقفز على السمكة. والحوت في تونس هي كلمة تعني كل السمك، حتى السمك اللي يكون صغير صغنون كده قوي، وتنجموا دونك الحوت ليس بالضرورة يعني يكون كبير، خاطر الحوت هي كلمة في تونس تعني ترمز لكل الأسماك. دونك وهذه العادات والتقاليد تقع في منطقة السواحل الشرقية في تونس، يعني في مدن سوسة، في مدن المنستير، في مدن صفاقس، يعني المناطق التي تقع على البحر. ولماذا السمكة؟ السمك عنده أهمية كبيرة في ثقافة المنطقة، في الثقافة وفي اقتصاد منطقة الساحل ومنطقة صفاقس. خليكم تشوفوا مقطع من مقاطع من الحنة التونسية، الحنة في صفاقس والساحل، وبعدش نرجع لكم. يا حلوة يا حلوة
لماذا السمك؟ السمك هو يرمز للماء، والماء هو منبع الحياة، مصدر الطاقة. بالماء نزرع الأرض، بالماء نحصد الثمار، يعني الماء هو كل شيء. السمكة عندها صلة ثابتة بالماء، ولهذا العروس تقفز على السمكة 7 مرات لتبشر بخصوبتها، وتبشر بأنها ستصبح امرأة ولادة، امرأة خصبة وولادة، وسترمي وستملأ العائلة أولاد وصغار. والسمكة ترمز إلى الخصوبة، ترمز إلى الوفرة والثروة. وإذا رأيتم في الثقافة، في الحضارة الإغريقية، السمكة ترمز إلى نفس الشيء، يعني الوفرة، يعني الخصوبة والإنجاب. والسمك هي مصدر ثروة، ومن المعروف أن السمك ينجب بكثرة، يعني السمك معروف بكثرة الإنجاب. وهذه الصورة تعكس صورة العروسة التي تقفز على السمكة لتبشر بأنها ستكون امرأة خصبة، امرأة ولادة، وستملأ الأرض عيالة. العروسة تقفز 7 مرات، تقفز 7 مرات على السمكة. لماذا 7 مرات؟ لأن عدد 7 هو عدد مقدس، عدد معروف، عدد مقدس في كل الأديان التوحيدية، وهو يرمز إلى البركة، يرمز إلى القدسية، إلى البركة، إلى الحظ. ولهذا العروس تقفز على السمكة 7 مرات. ونعرف أن عدد 7 عنده أهمية كبيرة في الثقافة الإسلامية، يعني يرمز إلى 7 السماوات التي ذكرت في القرآن، يرمز إلى 7 آيات في الفاتحة، في سورة الفاتحة، يرمز إلى 7 دورات حول مكة المكرمة، يعني العدد 7 عنده. وكانت السمكة رمز من رموز المسيحية لما ظهرت تحت حكم الرومان من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي. وكانت السمكة، صورة السمك كانت شفرة سرية مستعملة من طرف المسيحيين في السر للتعرف على بعضهم، لأنهم في ذلك الوقت كانوا مضطهدين. في ثقافة المسيحيين السمك يرمز إلى الوفرة، إلى الخصوبة، إلى الإنجاب، إلى الثروة، ويرمز إلى البعث، سكون أبل لا ريزوركسيون. يعني السمكة تعني البعث، الحياة من جديد. ولهذا السبب المسيحيون كل يوم جمعة يتناولون أكلة متكونة من السمك. ولباس العروسة هو لباس تقليدي، لباس تونسي حر، هو من أصل بربري مع لمسة تركية. يعني كانت تونس كانت مقاطعة من الدولة العثمانية، وتأثرت بثقافة الترك وبثقافة التطريز. يعني هذا اسمه فرق، يعني تلبس العروسة في العرس وفي المناسبات أيضا، هو بمثابة التاج. يلا يا عروسة، يلا نجز على الحوت، نجز على الحوت. فش استنى، ليه يا ماما، ليه ما نجزش على الحوت، ليه ما نجزش على الحوت. لا أقفز على السمكة، لا أريد أن أقفز على السمكة. وعليش بنيتي، عليه هذيك عادتنا، وعليش بنيتي، عليه هذيك عادتنا. ليه ماما، نخاف من الحوت، نخاف من الحوت، لا يقدمني. الفول ضربتك يا الحوت، وسبراز على بنت العزيز. يا حوات يا خميز، حوتة كبيرة وحوتة صغيرة، واحدة تعوم في الغديرة، واحدة تاكل في الخميرة. نجز الحوت، هنولع الحرقوس، نموت يا روسة الحوت يا روسة.
روسا نقز عالحوت يا روسا نقز عالحوت عالحنة والحرقوس نموت يا روسا. وخليكم أحبابي وأصحابي ومتنساوش تعملوا لايك تنساوش تشتركوا في قناتي. مرحبا بكم الكل بكل جنسياتكم بكل أعراقكم بكل لغاتكم، ومعكم أمل بنس من قناة تونسية حرة تيفي.